طفل يعترض ويواجه أبل، والسبب إيموجي، فما القصة؟ في بريطانيا قرر طفل تيدي كوتل وعمره 10 سنوات شن حملة شرسة على هذا الإيموجي الذي يعتبره مهيناً ومسيئاً لمرتدي النظارات الطبية. إيموجي يرتبط بمن يعرفون أو يطلق عليهم لقب النرد، نظارات ضخمة، بروز في الأسنان الأمامية، وأصحاب شخصيات انطوائية. هذه هي الصورة الذهنية المرتبطة بهم والتي تزعجهم في الحقيقة. تيدي يجمع توقيعات على الإنترنت عبر عريضة قال فيها: أعتقد أن إيموجي الشخص النيرد مهين لجميع الأشخاص في العالم الذين يرتدون النظارات. وطالب أبل بتغيير اسم إيموجي الشخص الذي يرتدي نظارات من نيرد إلى عبقري، وأعاد التصميم بآخر يبتسم ابتسامة صغيرة ويضع نظارة بعدسات وإطارات رفيعة، والأهم لا يملك أسنان الأرنب البشعة على حد وصفه. الكثيرون من مرتدي النظارات الطبية انضموا لحملة تيدي، وحتى الآن جمعت عريضته نحو 2000 توقيع. وأنتم متابعين أي إيموجي حابين تعدلوه؟